لا يختلف اثنان هذه الأيام على أن الشعب الفلسطيني يمر في أسوأ منعطف في تاريخه. غزة تخنق بالنار والحصار، والضفة تمزق بالاستيطان والجدران، والقدس، القدس صعبة المنال، وملايين اللاجئين القابعين في مخيمات البؤس يربون أمل العودة. أصبحت فلسطينهم أبعد من السماء. تصف البلاد أمام أعيننا في طريقة لم يشهد لها التاريخ مثيل. أصبح الفلسطيني غير قادر على فهم ما يدور حوله من ظلم الأعداء وتخلي الأشقاء. هل أزدلت الستارة على فلسطين؟ أم أن هناك فجر جديد؟ في قرية باركها المسيح واحتمى بها في آخر أيام حياته، هناك رجل في الثمانين من عمره منعزل يتعبد ويصلي من أجل فجر جديد. سلاحه المحبة وكرامة الإنسان، أي إنسان. الواقع أننا في أسوأ الأحوال، مش عارفين هل سوف تأتي مرحلة كمان أسوأ. اليوم أزيل القناع، لن تكون لكم دولة. أمامنا خياران، نبلع السم المقدم لنا، أقبل كيان وأكل وشرب، أو نبقى في المقاومة وتبقى الإرادة أننا شعب ولنا سيادتنا، ويجب أن نكون يوما أسيادا. أنا لست سياسي، ولا أنا محارب، ولا أنا مناضل. أنا رجل دين مسيحي، ومسؤول عن الرعية. مسؤولية الراعي المسيحي مسؤولية شاملة للإنسان. يوجد وضع ظلم، وضع احتلال، معناته أنا مسؤول. Thank you.
إنها العاشرة صباحا أعزائنا المستمعين، أسعد الله صباحكم من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. نقدم لكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. يعود اليوم إلى القدس غبطة البطريرك ميشيل صباح بعد أن تم تعيينه بطركا للقدس من قبل بابا الفاتيكان، ليكون بذلك أول عربي يحصل على هذا المنصب منذ أكثر من 500 عام. يعود البطريرك اليوم والقدس مشتعلة بعد أن بدأ الشعب الفلسطيني انتفاضته المجيدة من أجل التخلص من براثين الاحتلال الإسرائيلي. لما تم تعييني بطريرك، الصحافة كانت بالعشرات بالعشرينات كانوا موجودين. لما نزلت من الطائرة إلى صالون الاستقبال في مطار روما، سألوا طبعا سؤالهم ماذا ستعمل، ماذا ستقول، وماذا كذا، وأنا جوابي كان بكل بساطة سأذهب إلى القدس، عندما أعود إلى القدس سأرى ماذا أقول. Beit Zahor was placed under military siege for weeks, and goods worth millions of dollars were confiscated because the people refused to pay taxes to the occupying power. Throughout the siege of Beit Zahor, the army repeatedly used force to seize people's belongings. كنا نجتمع كل رؤساء الكنائس في القدس. وقلنا يجب أن نساعد الناس، الناس في ضيق تحت حصار، لابد من أن نعمل شيء. توجهنا البطاركة الثلاث، قابلنا الحاكم العسكري الإسرائيلي، قال لنا لا يمكن أن تذهبوا إلى بيت صحوار، لا يسمح لكم بالدخول. الصحافي طبعاً بالتابع، وصار في سؤال عن الانتفاضة أو جواب ساعتها، هذا يمكن أول جواب وتدخل، إنه الشعب له حق لحريته، والشعب على حق في الانتفاضة. ساعتها بالنسبة لإسرائيل عرفت شو أنا مع الشعب الفلسطيني، ليس لأني فلسطيني، أنا مع الشعب الفلسطيني لأني إنسان، لأني مسيحي، لأني مؤمن بكرامة كل إنسان الفلسطيني والإسرائيلي. الفلسطيني هو المظلوم، فأنا معه لأنه مظلوم. طال هذا الظلم، ومن أكثر الناس اللي دفعوا وبدفعوا ثمن هذا الظلم رعيتك المسيحيين. لم يبقى مسيحيين في فلسطين، الهجرة مزقت المجتمع المسيحي في فلسطين.
هلا سبب الهجرة الوضع السياسي لا أكثر ولا أقل. أول هجرة للمسيحيين من القدس ومن غير القدس سنة 48 كان المسيحيين نسبتهم 7% 9% من السكان. الهجرة الكبرى للمسيحيين صارت في 48 و 67 صار كمان هجرة تانية. فالأوضاع السياسية هي السبب وليس الكل مستعدين لأن يعيشوا حياة فيها حرب. أكثر من نصف المسيحيين في الشرق الأقل في العراق وسوريا وهون هاجر. دمروا العراق، يدمرون اليوم سوريا. مصر في حالة اضطراب مستمر، يجب تدمير الموجود، الشرق الأوسط موجود، لخلق شرق أوسط جديد. وفي تدمير هذا الشرق الأوسط كل شيء يدمر، المسلم والمسيحي والسني والشيعي وكل ما هنالك، ولا يهمهم ماذا يحصل للمسيحي مطلقا. أمات المسيحي مات، بقي بقي. لا خلاص إلنا إلا في شعبنا. إذا عرفنا إحنا مكاننا في شعبنا ومع شعبنا عرفنا نأمن حالنا. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب سيعترف اليوم بالقدس عاصمة لإسرائيل ويطلق عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس التاريخية. Exactly 70 years ago, the United States under President Harry Truman became the first nation to recognize the state of Israel. Today we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. أمريكا أغلقت أبواب السلام خلاص. في هذا الموقع أنت وقفت وبكيت على القدس، على المدينة المقدسة لكثرة الخطايا فيها. اللهم ما زلنا نبكي معك على مدينتنا ومدينتك المقدسة، ما زالت الخطايا تملؤها، الحرب والموت والكراهية. اللهم بدل كل هذا، أعد القداسة إلى مدينتك واملأها بحبك. آمين.
القدس اليوم ليست مدينة مقدسة. مدينة كراهية. القدس اليوم مدينة حرب. تعود مدينة مقدسة عندما تعود مدينة محبة، عندما يعود الشعبان كلهم أهل محبة، إذ ذاك تعود القدس مدينة مقدسة عندما تعود مدينة محبة. يا سيد ترامب، أنت غلطان، أنت رجل تظلم شعب. كان الوعد في أوسلو أنه سنة 99 تعلن الدولة، تنتهي المشاكل. بدل ذلك استمروا في طريق الحرب. الله سهل عليها. الله جاء سنة 93 بناء على اتفاقية دولية، ثم تطورت الأمور والدول لم تحترم عهودها ولا إسرائيل. فرض عليه الحصار عزلوه. الله سهل عليه. كان يجب أن يدخل رئيس دولة وليس رئيس منظمة تحت أوامر إسرائيل. هذه الغلطة الأساسية. كل شغلة أصلها كان يجب أن يدخل رئيس دولة. هلا المهم نرجع لإحنا. الواقع هو العالم كله متفق علينا مع إسرائيل. هلا أمام هذا الموت الماثل أمامنا، كيف بدنا نخلص حالنا؟ قيل لنا لا حق لكم بالوجود، هذا ما قيل لنا، والذي قاله لنا هم حكام الأرض اليوم، أمريكا وإسرائيل. 70 سنة مرت وتوصلنا إلى هذا. يجب أن يسير تفكير شامل مفتوح، مناقشة عامة، لماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟ يجب أن نعرف أننا أمام موت، فيجب أن نكون جديين حتى في أمورنا البسيطة. نربي أبناءنا على أن يكونوا كلهم كفاءات قادرة على العيش وقادرة على المحبة.
بمفهوم المحبة الذي يعرف أن يكلم القاتل نفسه. بهذا هذا الخط الذي يجب أن نعيش فيه. أمل، بقاء، عدم هرب. إحنا في بين موت وحياة، لا يجوز أن نسمح إلنا بالفساد. إحنا الفساد عنا بجوع الشعب وبحرم الشعب. إحنا ما عناش ولا إشي. الانقسام فساد. الانقسام فساد. يجب أن نستخدم عقلنا بكل طاقاته وكل ما لدينا من طاقات عقلية، لا يستثنى أحد، الصغير والكبير، المسلم والمسيحي، الكل يفكر حتى نخرج بكلام، برؤية عاقلة وكلام عاقل ندخل به المرحلة الجديدة بعد 70 سنة مضت. كيف يمكننا أن نعمل؟ الوسيلة الأولى البقاء، عدم اليأس. أنا موجود اليوم معناته سأوجد غدا. إن أنا أزلت نفسي اليوم طبعا لن أوجد غدا. إن أنا غلبني اليأس اليوم لن أوجد غدا. يجب أن لا يغلبني اليأس، يجب أن يبقى الأمل في. أنا اليوم موجود، غدا سأوجد. موجود اليوم خاضع مخضع غير سيد، سأوجد يوما سيدا غير خاضع. لما ميشيل صباح بيختلي بميشيل صباح، كيف بصير الخراف؟ أنا إنسان واحد، إن اختليت اختليت أمام ربي، وأنا رجل صلاة، أن أحول كل حياتي وحياة الشعب كله إلى صلاة. أقول يا رب تطلع من السماء وانظر، لماذا تسمح بكل هذا؟ الناس يموتون، الناس يظلمون،
أبناؤك، خليقتك قاتلون ومقتلون، أنت خلقت إنسانا كريما عزيزا، اللهم احمي واهدي البشرية كلها. أنا أحول كل شيء إلى صلاة وابتهال أمام الله، وأضع كل شيء بين يديه تعالى، وأقول يا رب أن تدبر هذه البشرية.